دونك سي فوزي سورتو توا سامحني سي طيب سورتو توا جاي الصيف معناها وناس باش تولي تخرج في الليل وتروح مخر نخافوا من الكلام. ان شاء الله في القريب العاجل. ان شاء الله بفضل ربي في القريب العاجل ماهوش معناها هكاك كلام برا في القريب العاجل وتنجموا تجيو بعدين ونوريكم حتى المطالب نتاعنا. شكرا لكم. مازلنا مكملين مع الاتصالات توا باش ناخذوا فوزي بالتليفون. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. بارك الله فيكم على الموضوع هذا وعلى الاستضافة للسيد رئيس النيابة الخصوصية. في الموضوع هذا ولا حبيت هو فرحنا برشا كلام. أنا حبيت نسأل وسمعنا اللي أعضاء معناها النيابة الخصوصية علقوا معناها النيابة نتاعهم حبوا ماذا بيه يجاوبنا على الموضوع هذا ونحب نسأل معناها وين هم اللجان نتاع البلدية. عندنا عديد من اللجان ما شفتهمش معناها يجتمعوا وما حضروش وشنو العمل نتاعهم كان هم حضروه وبفي ما يخص معناها عملة النظافة من وجهة نظري أنا نحب نشكرهم معناها على المجهود اللي قاعدين يقوموا به رغم معناها العدد الظريف ونحب نسأل زادة بالمناسبة هذه السيد معناها رئيس النيابة الخصوصية فماش معناها انتدابات ونحن نعرف معناها اللي معناها العمال معناها في مصلحة النظافة قليل جدا يكاد يكون معناها مش موجود فهمني هذا معناها فماش معناها انتدابات ونحن نحبوا التشغيل وبلدية منزل بورقيبة نحن وماذا بيا السيد نادي من النيابة الخصوصية يقول لنا قداش ثم عدد العدد راهو معناها اللي نعرفوه العدد معناها ذهيل جدا مي معناها مي يستجيبش معناها المتطلبات معناها مدينة كما مدينة منزل بورقيبة فهمني وثم موضوع آخر ماذا بينا معناها بالنسبة للمحطات في مدينة منزل بورقيبة ما عندنا محطات نقل نعم محطات شنو سامحني محطات النقل اللواج والنقل الريفي والنقل الريفي أيه؟ وبزيد التاكسي بالنسبه للتاكسي نحن في منزل بورقيبه ما عندناش مش محطه ما فهمش حتى علامه تدل اللي هي ثم محطه تاع تاكسي ورغم اللي عندنا نحن معلوم نقوموا به ندفعوا فيه للبلديه انت سائق سيارة تاكسي انا كسائق سائق تاكسي وكرئيس اتحاد محلي للصناعه والتجاره نتاع منزل بورقيبه انا معلق لوتوكولون تاع اكسجين ولا ليه معلقين الناس كل التاكسيات لكل المساندين المساند الرسمي اللي ضاعت اكسجين واكسجين هي معناها تتكلم علينا وهي امنا وهذه فرصه معناها ما كانش حتى صوتنا مسموع وتوا ان شاء الله باش معناها وصلت لنا صوتنا هي اكسجين افهم هذا واجبنا واقل من واجبنا زاد وبربي نحب معناها من النيابه الخصوصيه معناها تشريك الجمعيات ونتساءلوا نحن وقتاش نشاركوا في اللجان هذه وين هي اللجان وشنو اللي قاعده تعمل ماذا بينا نحن راهو ماذا بينا نحبوا نشجعها ونحبوا نوقفوا مع النيابه ونحبوا نكونوا معاها ونحبوا نساندوها ونعاونوها اما هي تشاركنا ما تخدمش وحدها كلامك هذا فرحنا توا انك مستعد باش تشارك وباش تعاون سيختو لا مستعدين نحن كل النيابه الخصوصيه وحدها ما تقدرش توصل نحن منازلية لكل مدين يدينا ومن القطاعات الكل وكما ما يخدش معناها الاتحاد الصناعة والتجارة فأنا في القطاعات الكل وفي ممثل معناها من 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 الأصناف الكل معناها كان جيل الخضارة عندنا للزازارة عندنا للتاكسي للنقل الريفي للواج للمقاهي معناها نحن ممثلين في كل ولكن معناها نعيب على النيابة الخصوصية ما استدعتناش معناها في حتى معناها لجنة من لجانها. واضح سي فوزي هاو حاضر معنا توا سيد الطيب النفسي باش يجاوب على كل تحية شكر كبيرة برشا للعمال اللي قاعدين يخدموا توا في البلدية وانا نعرفهم اللي هما مضحين بكل شيء ومضحين معناها بالعدد هذا الموجود في بلدية منزل بورقيبة راهو ما يسمحش باش يكون في البلدية بالكبر. واضح سي فوزي شكرا ليك شكرا على المداخلة نتاعك سي طيب. نبداو بالنقطة طرق على برشا نقاط سي فوزي نبداو قالك هل علق معناها نشاط أعضاء النيابة الخصوصية ولا مازال؟ النيابة ثم مش النيابة الخصوصية مازالت تخدم العباد اللي موجودين فيها ثم إخوان علقوا نشاطهم وحدهم في وحدهم من غير ما حتى واحد ما يجبرهم معناها أسباب معي أنا يظهر لي ما نحبش نقول الأسباب نخليهم اليوم هما يشرحوا اسبابهم وحدهم اما بالنسبه لي انا ما فماش سبب واضح علاش هما يعلقوا اللوحه نتاعهم. وقع تعويضهم والا؟ لم يقع تعويضهم حتى الوقت الحاضر وحنا نستناو ونقولوا هما ما دام علقوا النشاط نتاعهم وبعثوا بيان للسيد الوالي كنا نترقبوا احنا من السيد الوالي باش يناديهم ويقول لهم اما معناها باش يتنازلوا طرد ضربة على العمل نتاعهم بالبلدية قدموا استقالاتهم وكاك نجم يقع التعويض نتاعهم
سيد الوالي ربما ما مثلهاش ولا ما فهمش ولا ما قالوش نورمال وقت اللي سلبي على نشاط البلديه. هو هذا ماهوش سلبي خاطر احنا قاعدين نخدم. ما فماش مصلحه نتاع مواطن اللي هي تعلقت ولا ما تعلقش، احنا تم الاداره تخدم والاداره قام بمجهود كبير وهما يخدموا اكثر من احنا، والخمسه من الناس ولا سته من الناس اللي قاعدين نخدم. مش باش نفخر لك روحي، انا البارح روحت 6:30 مانيش مجبور باش نخدم معناها كرئيس نيابه خصوصيه النهار كامل، احنا ملي نمشي من الصباح نقعدوا ساعات حتى 5:30 6:30 نتاع العشاء. يعطيكم الصحة. دونك قاعدين نخدموا قايمين بواجب ونعملوا في نشاط، وكنت بكري قلت لك معناها ثم نشاطات اخرى اللي قايمه بها الاخت سيده حمدي والاخت صوفيه جناتي. نقدموا لهم فيما يخص توسكي كولتور. نقولوا لهم راهم جبنا معانا المره الاخرى اثنين المانيين من المانيا باش قاموا بورشات عمل هوني مع شبان توانسه، وطلبنا من جميع الجمعيات من كل الجمعيات باش يحضروا معانا، حضروا بعض من الجمعيات واحد كل شيء هذايا معنا باش ما نطولش باش ما نمشيش لوحدنا، كله قايمين بنشاط ماناش قاعدين ولا واحد عندنا. احنا نحبوكم من هنا لقدام توليوا تعلمونا بالانشطه هذه اللي قاعده تصير، نوصلوها احنا للمستمع باش هكا ما نقولوش اللي كما كان يقول معناها سيد اللي لجان بلديه وينهم غايبين. احنا نجموا نعلموكم ك اوكسجين اف ام، نجموا نعلموكم عن حتى وكونتير بالنسبه لنا احنا فوزات بورتو فوا نتاعنا احنا ندخلوا بها انا كيما البورتو فوا نتاع نوصلوا الاسواق. تبقى احنا في كل مجلس تمهيدي نتاع البلديه نعملوا نعلقوا اعلانات على المرشي على البلديه قدام المعتمديه، ونبعثوا سياره ببوق كبير الدور واحد كل شيء تقول امراه في النهار الثاني. هنا جاوبتنا على النقطه اللي قال علاش ما فيش تشريك الجمعيات والاشخاص. وهما لابد يلزمهم ما دام يسمعوا ويدور واحد كل شيء لابد باش يجوا، احنا ما عندناش راهو امكانيات كبيره باش نعملوا ديزا فيش. نوجهوا الدعوه لكل واحد كل فرد. نديروا نمشيوا ولا وما نجموش نعملوها لكل فرد، اما نعملوا حاجه. ولكن قولوا له اللي الباب مفتوح معناها الباب مفتوح الباب مفتوح، كل انسان يجي يسترشد وقتاش عندكم الجلسه التمهيديه. الجلسه التمهيديه هذه يتكلم فيها المواطن كما يحب. الاداره الاداره والنيابه الخصوصيه تسمع فقط، ما ندخلوش نخليهم هما يتكلموا واحنا نسمعوهم، وفي المجلس من بعد تالي ناخذوا احنا نجتمعوا ونشوفوا الحوايج اللي هي طلبوها وهي معناها تهم الناس وكل المصلحه العامه، هذوك ناخذوهم بعين الاعتبار نسجلوهم في المجلس ونبعثوهم للسيد الوالي ونقول له هاو شنو المجلس علاش قرر، واذا صادق عليها الولايه وقتها احنا ناخذوهم كقرارات وكقوانين. هذا فيما يخص الواحد، دونك هو ينجم في كل وقت يتفضل يقول احنا نحبوا نخدم معاه، واش خاصه احنا لو كان يجونا العباد ويقولوا نحبوا نخدم. بالطبيعه يزيد يعاونوا. يزيد يعاونوا برشا، خاطر انا قلت لك انا فكرتين خير من فكره، ومياه بيان سور خير من فكرتين. هو عايش معناها في المشكل هذاك ينجم يحس به ويجي. احنا تو مع السيارات، انا بيرسونالي ندور في منزل بورقيبه، ماذا بينا اللواء شو اسمه التاكسي هذوما يزيد هما شويه يحترموا شويه القانون ويقفوا في اماكن واضحه. وإذا كان هما يختاروا يقولوا احنا نحبوا هذا مكان هذايا نحبوه بالنسبة لنا احنا ك شو اسمه مكان مخصص لنا احنا باش نجموا نكفوا فيه الغادي والمواطن، هما ينجموا يعملوا أكثر من هكاية برك هذا تو التاكسيات ولات برشا، ينجموا يعملوا حتى بالتليفون، العبد ما عادش يلقى تاكسي حتى ولو هو تم في تينجي ولا في مهاني، يعيطوا له إذا كان تم واحد في مهاني يكلمه يقول له بالله هاني بحذاك أنا نجي، خير من نبعث له تاكسي من هوني من منزل بورقيبة يمشي له لمهاني ويرجع، ربما ساعة تلقى تاكسي اللي جاوا في مهاني، وإذا كان يستعملوا الوسائل الحديثة بالتاكسي عندهم يعملوا أون ستاسيون كاملة. وإذا اللي يتصلوا ببعضهم يقولوا أنت وين في البقعة الفلانية عندك مواطن تحب تجيبه المنزل بورقيبة. واضح. تبقى أرخص. سي طيب فيما يخص مشكلة الكلاب السايبة توا خلوا لي في الريجيم.